بينهم من الآخر من الآخر من الآخر علشان نحبكها ونفبركها عشان نسبكها ونأستكها حورناها وعكسناها وشقلبناها ولخبطناها فكرة مجنونة وجنناها في حيلهم بينهم قدمناها يخش ويكلمني ويقول لي انت حلو وانت جميل جاي تعمل فيها انا مقلب حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل استنى عليا حلهم بينهم من الاخر من الاخر من الاخر حلهم بينهم من الاخر بس هروح بس اجيب حاجه وحاجه لا لا ما تجيبي ايه هتروحي تجيبي ايه دقيقه واحده ثانيه واحده طيب يلا ماشي امر شايف حلو يا راجل لا 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 يعني هي اولا ذكائها في دماغها انجي 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 ذكائها في دماغها يا راجل صدقني اولا بص بص انجي مش انا مثال انها تبقى مذيعة انا مشكلتها انجي ايه مشكلتها تملي اي ضيوف تلاقيها تقعد تعظم فيهم والله العظيم انا بكلمك كخبره نلم مع بعض خد صوتك انا مره في احلى من فتى الطويل شفتها داخله وانا بقى انا فين وميك اب وشعر لقيتها قلت في المنظره دي لا لا حسيت لا. انها بتمنظر شويه لا 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 ما لا والله بص لا بالعكس طب انا واخد عنها فكره غلط لا انت يمكن دلوقتي هي علشان ايه تاخرت فانت ايه خدت الموقف ده انما هي ابدا بالعكس بعدين ما شاء الله يعني نور يا ابني نور يا استاذ غسان شايف بعدين اللبس لا هي جميله اخر اخر شيء جميله جميل ده جميله لاست فاشن ميرسي يا استاذ وشعرها حلو كمان شعرها معمول انا بحبك قوي يا ادوارد بجد من زمان يعني احنا اشتغلنا مع بعض كذا حاجه احلى من فتى الطاقه هتشتغل معانا كمان سمعت انها هتشتغل معانا في المسرحيه سكر هانم كمان بتاعت سكر هانم يا سلام حسيت انها انا حاجه من الحاجات اللي بجد مخلياني اوافق ان معايا ادوارد بجد ما لا انا بص انا اول ما قالوا لي انجي جدا اول ما قالوا لي انجي ابتدوا حياتكم انا اول ما قالوا لي انجي حسيت ان المسرحيه هتعلى بجد انا مضيت اول ما قالوا لي ادوارد معايا خلاص ببلاش لا مبسوط بصراحه بيكي جدا يعني وحاسس ان انت يعني ممكن هتجيب لنا ايرادات اكتر كمان بجد والله بنحبك قوي ربنا يخليك حلهم بينهم من الاخر من الاخر من الاخر حلهم بينهم من الاخر من الاخر من الاخر دي كانت اعلى من نيلي في الفيلم انا معاك كانت اعلى من نيلي حبيبتي لا 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 اللي كنت اعلى من نيلي كريم في الفيلم معلش انا بصي انا ما بحبش اللي بينافقوا اسالي ادوار بينافق ونيلي نجمه طبعا من احلى نجمات السينما المصريه وانا بعشقها بص كنت لا 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 صاحبتي وحبيبتي كم واحد قال لك الكلام ده ولا حد انت اول واحد دي شهاده طب متواضعه والله متواضعه مساء الخير مشاهدينا وحلقة جديدة ولقاء النجوم ولقاء الأجيال النهاردة معانا نجمين مهمين جدا هيكونوا مرايا لبعض هينقضوا بعض أرحب جدا بالنجم الكبير منورنا النهاردة واحد من أهم نجوم الزمن الجميل الفنان غسان مطر الفنان المنتشر في كل الأفلام إدوارد دي اوفر استاذ غسان النهارده ادوارد دلوقتي موجود في كل الافلام ايوه دي ميزه ولا عيب لا عيب
اجيب لك من الاخر. انا مش فاهم. اسالك انت فاضي تمسك الجيتار وتغني زي الاول؟ فاكر الاول؟ ايوه، ما الاول كان دي شغلتك تغني، وما زالت انت نجحت كمغني. صح، اشتهر كمغني، وبعدين رجلك دخلت من وراء الغناء والتلحين. ده نجاح. النجاح ده جابك للسينما، جابك للكوميديا. هل انت نجحت ككوميدي؟ ده السؤال. هو حضرتك اللي بتقدم النهارده البرنامج؟ لا حلو، احنا اصحابه بالعكس، حوار المستمتع جدا. عايز افهم. احنا مستمتعين. عيله واحده. طبعا. اسره. ونكشف لبعض. مرايا. نكشف مرايا. انا استفيد منك، من تجربتك، وانت تستفيد من تجربتي. وكمان هي ايه، تظبط المسائل. مشوار الفنان غسان مطر كبير وممتع، استفدت منه ايه وتاخد منه ايه؟ ادوار الشر بيطلع فيها طبعا مقنع جدا وبيعملها حلو. انت ممكن تعمل شر زيه؟ نفسي. ازاي يعني. هتعمله ازاي؟ وريني كده. هلبس ازرق. دي بداية موفقة. استاذ غسان بحب. وايه تاني تعمل؟ ازاي وريني ازاي ممكن تبقى شرير؟ واستاذ غسان يقيمك. انا جبت سيجار. السيجار جبناك في دور شرير، هتعمله ازاي؟ هتخلي كده ادوار؟ لا، السيجار. ايه سيجار؟ حلهم بينهم بالاخر بالاخر بالاخر، حلهم بينهم بالاخر بالاخر بالاخر. نروح لفاصل ولقاء النجوم. انا مبسوطة جدا يعني، بالعكس ده استفادة كبيرة جدا والله. طيب استاذ غسان بجد هايل يعني. الله يخليك. روتك ملك داخل فيها شمال شوية كده ليه؟ انا مبسوط بالبرنامج ده ومبسوط ان انا فاهم. بص انا مش فاهم. بص هم عايزين. ايوه، حتى لو مراية بعض يعني مش هنقول كده يعني. لا مش هنقول كده قدام الناس. لا طبعا يعني نقول وبيننا وبين بعض. وبنرجع مرة تانية ومع نجومنا اللي منورنا. ايه مميزات الفنان غسان مطر؟ مميزات؟ بعد كل اللي قاله يعني استاذ غسان فنان جميل جدا، ويعني بس هو مشكلته ان هو في فترة السبعينات عمل افلام كده يعني مش عارف يعني هيتشرف البني ادم يعملها ولا لا يعني بصراحة. افلام ايه؟ ادوار النهاردة سمعته ايه في الوسط السينمائي؟ محبوب، بيغيروا منه، متواضع؟ لا هو محبوب جدا. وبعدين ما هوش نمام، مش صاحب نميمة ولا بتاع مقالب. يعني احنا دلوقتي بنعمل فيه المقلب ده. مقلب. تشوفي بقى شكله بقى ايه، يقول لك بتعملوا فيا وبتسووا فيا. مقلب ايه هو ده؟ برنامج مقلب؟ لا لا خالص، بتعملوا فيا مقلب بجد؟ بيتكلم معاك بجد؟ انتوا بتعملوا فيا مقلب؟ انا عايز افهم مقلب ايه. لو ده برنامج مقلب انا لو سمحت انا ما بحبش اشترك في حاجه زي كده. ده فورمات عالمي. ايوه احنا ننقد بعض تمثيليا، لكن مش نقول بقى انت اشتغلت عملت كام فيلم. طب انا عايز اسمع. ده مش نقد. نقطة لو انا بعمل فيلم وعملت دور بشخصية عملتها غلط او عملت حاجة وحشة فاحنا منقول، لكن هنلبك في بعض يبقى ده مش صح. لو احنا هنوصل ان احنا لو سمحت لو احنا هنلبك في بعض يبقى ملقاش لازمة. انا مش عايز اشتغل في حاجة زي كده. انا لا بحب اعمل مقلب ولا يتعمل فيها مقالب. لا انا صوتي عامل كده اهو. ادوار ما يصحش. ايه اذا كان حضرتك هو ده الاسلوب اللي انت بتتعاملي بيه فانا عايز اقولك ان انا اساسا ما بحبكيش. لا معلش انا همشي، مش هقدر. معلش يا استاذ غسان. تعالي بس ايه. لا 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 ما انت يعني اتفضلي. ده حاجه والله العظيم. حلهم بينهم بالاخر بالاخر بالاخر، حلهم بينهم بالاخر بالاخر بالاخر. معلش خلاص انا معرفش حضرتك اسمك ايه اساسا. لا انا استاذ، انا المخرج حضرتك. يا استاذ المخرج لو سمحت، انا مش ماده ان الناس تتريق عليها. تيجي مذيعه او ضيف يتكلموا معايا بالاسلوب ده. يا بتقولها كده ايه مذيعه دي؟ يعني ايه امال هقول حضرتك ايه مذيعه دي؟ مديره يعني ايه؟ زميله يا ادوار. مذيعه ومحترمه في ايه؟ زميله. انت ناسي انك كانت معايا. لا على فكره بجد، ما في الفتى الطايش. علامة فتى الطايش والله نيلي كريم برقبتها.
خلاص صاحبتي وحبيبتي. وعموما احنا بنعمل فيك مقلب عشان تبقى عارف يعني. وادي اهو الايد بيس اهو. انتوا بتعملوا فيها مقلب؟ ايوه بالكاروري اللي انت لابسه ده. وحضرتك واخد فلوس عشان كده؟ انا خالص. يعني حضرتك بتعمل فيها مقلب حضرتك؟ لا انا مش متفق معاهم في اي مقلب. حضرتك متاكد من الكلام ده؟ اه متاكد. هما واخد فلوس على ايه؟ ايه هتسمعوا على الهوا؟ لا الاستاذ غسان مش متفق معانا على حاجه. طب انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ غسان. اه احنا اللي عاملين فيك مقلب. يس احنا اللي عاملين فيك مقلب. عادي جدا لما الواحد ياخد مقلب او يعمل مقلب كده كده واحد، المهم انه المقلب يبقى عجبكم بس. سي يا استاذ غسان. بحب نشكر استاذ غسان. وعايز اقول يعني عايز اقول لانجي علي ليلتك سودا يا انجي علي. انا خايفه منك قوي. انا خايفه منه قوي. انا خايفه قوي. اه والله انا خايفه من ادوارد جدا. بس بجد نورتنا يا استاذ غسان وبسطت قوي اني شفت حضرتك بجد. واوعى تكون اتضايقت من حاجه. لا بالعكس. في حاجه ضايقتك؟ انا بالعكس انا حاسس اني طبيعي جدا الحمد لله. يعني انا حاسس ان انا عامل المقلب فيه. ما انت عملت شويه يعني برضو. حبيب قلبي جمهورنا هنا وجمهورنا اللي بيتفرج علينا. واستنونا وحلقة جديدة ولقاء النجوم او حلهم بينهم من الاخر. باي باي. باي باي. استاذ غسان انا على فكرة يعني نسيت المقلب وابتدينا نسخن انا وياك على بعض. اه احنا مكملين. مدام جميل. مدام جميل. على بعض. اخينا بيعمل 15. ده غير البرامج غير المسرح غير التلفزيون. لا عيب. طب بتقعد في البيت امتى يا ادوارد؟ عندك وقت تقعد في البيت امتى بجد؟ يعني هل عندك حياه عائليه وشخصيه؟ بعد يوم الخميس. ما فيش تصوير يوم الخميس. الحلقه دي هتبقى من اجمل الحلقات ان شاء الله. يلا حبيب قلبي. يلا عايزين يصورونا واحنا نازلين. بجد؟ ده احلى حاجه. ميكروني اطول منك ولا اقصر؟ انا باكل المكروني بس. ميكروني. عارف الممثل العالمي الامريكي ميكروني؟ ميكروني. ميكروني قد كده وعمل الكابوني. لا دي وبعدين وشه كان بومبيه زيك. طب واجيب الصوت منين؟ ما بكان روح اسمع ميكي الصوت روني. الصوت بيفرق. ميكي روني صوته كده ناعم زيك. يلا.